في موضوع آخر، طلب سكان ولاية تبسة السلطة المحلية بضرورة إعادة النظر في المشاريع السكنية المنجزة والتي اختيرت أغلب اختيارات قطاعها الأرضية بجانب الأودية، وهو ما يعتبر خرقا للتعليمات الوزارية القاضية بضرورة تجنب مثل هذه الحالات نظرا للكوارث التي تحدث من حين لآخر بسبب الفيضانات. عفوا، التغطية لسليم دريد. تبسة راهي معمره فيضانات، وان بليس دو سا جبل له معمره غرقه كيما انا حي الباتي جاكا وقريب يطيح الويدان. شوف تفرج زي واه، شوف تفرج ادوات هذه بشريه اللي تعيش فيه، راه يجي يسكن هنا يسكن ولاده يسكن ذريه. ماذا بينا يبعدوا البلاد بني على الويدان؟ ماذا بينا كل بعيد الواد على الويدان على الباطيمات؟ على كل حال ولو كاين زيكو ثم يمشي الماء قدر هذيك، يعني واحد الريحه تقتل اصلا في الواد هذا تاع العرامي. كارثه قدر يفيض الواد تولي كارثه شيء كبير، وربي ربي هو اللي ساتر برك، قادر يفيض الواد ساعه ساعه يفيض الواد في الشتاء يفيض درك الواد راه مدير السيجار. من جهته مدير السكن بالولايه اكد على ضروره تكثيف الجهود من الجهات الوصيه والتي بدات في عمليه رفض انجاز المشاريع وتغيير موقعها. سليم دريد ثانيه. لازم ان كل الهيئات المتدخله في اختيار الاديرات تكون في الارضيه في خرجه ميدانيه باش تخير الارضيه المناسبه والبعيده كل البعد عن الاوديه والفيضانات حتى يتسنى لنا تجسيد التخصيص الاجتماعيه في احسن الظروف. نتكلم مثلا على 82 حصه سكنيه بالميزاب، والتي كانت اختيار الارضيه تاعها بين ودين، والذي عرقل مسار الاشغال الميدانيه اللي ما قدرناش نخدموها، وبالتالي استلزم اعاده اختيار ارضيه اخرى بعيده كل البعد عن العراقيل الميدانيه سيما الوديان والبنايات الفيضانيه.